السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة مربع المعرفة. استطاعت بعض السجون الوصول إلى حل المشكلة زيادة عدد السجناء لديهم، وذلك عن طريق الحد من فترة العقوبة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على بعض المهارات القيمة للحصول على عمل شريف بعد الخروج. لذا نستعرض في هذا الفيديو معا بعض الأفكار التي تم تنفيذها بالفعل في بعض السجون حول العالم. حياكة الملابس. تحتوي سجون البرازيل على أكثر من 200 ألف سجين، لذلك قامت بتقليل فترة العقوبة عن طريق تدريبهم على حياكة الملابس، بحيث يخصم يوم من العقوبة مقابل 3 أيام عمل بالخياطة وتفصيل الملابس. ممارسة اليوجا. يتعلم السجناء في سجون الهند كيفية ضبط النفس والتخلص من الأفكار السلبية من خلال ممارسة اليوجا، بالإضافة إلى خصم 15 يوما من العقوبة نظير ممارستها لمدة 3 أشهر. كتابة التقارير. يمكن للسجناء في سجون البرازيل تقليل فترة العقوبة من خلال كتابة التقارير بعد قراءة مجموعة من الكتب المتنوعة في الأدب والفلسفة والعلوم، إذ يتم خصم 48 يوما بعد كتابة 12 تقريرا. التنظيف. يوجد بأمريكا أكبر عدد سجناء في العالم، يصل إلى 2,200,000 سجين، لذلك قامت بتخفيف العقوبة مقابل قيام بعض السجناء بتنظيف النفايات في السجون، بحيث يتم خصم ساعة من العقوبة نظير يوم تنظيف. حفظ القرآن الكريم. قامت حماس المسيطرة على قطاع غزة نتيجة ازدياد عدد السجناء بالحد من عقوبتهم وتحسين حياتهم، وذلك من خلال خصم سنة من فترة العقوبة نظير حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم. كبار السن. أعلن وزير العدل الأمريكي إريك هولدر عام 2013 بالإفراج عن السجين الذي يتعدى عمره 65 عاما إذا كان قد قضى 10 سنوات أو 75% من فترة العقوبة. الانضمام للجيش. كان من الممكن تجنب عقوبة السجن من خلال الانضمام إلى القوات المسلحة في السجون الأمريكية حتى عام 1970 ميلاديا، لكن لم يعد هذا الخيار متاحا الآن. الملاكمة التايلاندية. يتم ممارسة الملاكمة التايلاندية وفنون الدفاع عن النفس للتقليل من عقوبة السجناء في سجون بانكوك في تايلاند نتيجة ازدياد عدد السجناء، بالإضافة إلى وفاة الكثيرين داخل السجون. وفي النهاية نتمنى لكم العيش حياة سعيدة خالية من السجون، ونتمنى منكم أيضا الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس للوصول إلى فيديوهاتنا القادمة بكل سهولة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.